هو انا وشيماء اصلا مع بعض في نفس الاوضه بصراحه يعني كده. بص الفضايح لان المطرح كنس شويه لو فانا وشيماء مع بعض في نفس الاوضه كنس. ايوه هتحكي لهم على شيرين وياسمين؟ لا مش هنحكي، هنحكي على إيه؟ نفسنا. على ايه؟ اول بقى ما دخلنا احنا ما كناش عارفين نتعامل في الاوضه. اه اصلا مرتبه جدا وهي مش مرتبه خالص. كدابه العكس تماما. لا 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 شيماء هنا شيماء انا عندي الفيديو. انهي فيديو؟ بتاع الشيبسي. فقولي الحقيقه. ماشي انا مرتبه جدا برضو. لا الحقيقه انا مش مرتبه خالص. أيوة. هي مرتبه الحقيقه اكتر. لا مش الدرجه دي يا شيماء. انا مبهدله على الاخر. انا مبهدله؟ اه لا والله. مش لا مش بترمي حاجتك؟ فين ده؟ فين ده؟ لا لا ما رميتش حاجه. لا مش بتقعدي بقى كنت تحطي كل حاجات على الكنب والحاجه يا شيماء. كنا مستعجلين. ما انت اتغيرتي. ما احنا هنحكي لهم عشان يشوفوا التطور. اه ماشي. طيب ماشي. يبقى انت ايه مبهدله. أوه. كنت مبهدله. اه على الاخر. ماشي مش على الاخر قوي. لا ما احنا هنقول التطور. ماشي طب قولي التطور. مبهدله على الاخر. خلاص متى اه خلاص. ايه مبسوطه قوي. ايه اللي حصل؟ كنت مبهدله بصراحه وكنت برمي حاجتي في الاوضه. بس عشان اكون متوتره يعني في مسرح وبتاع. ما انت بعد كده برضو كنت متوتره بس ما بقتيش ترمي حاجتك صح؟ بقيتي شاطره. شيماء لقيتها بقى بتعاملني معامله غريبه بصراحه. هنا هنا بقت بتعلمني يعني ارتب الحاجه كويس يعني. لا انت لوحدك والله اتعلمتي. لا انت يا شيماء كنت برضو ورايا. لا انا ما عملتش حاجه. طب كملي لنا بقى يا هنا شويه ايه اكتر دور انت برضو عملتيه بتحبيه غير دور نيفين؟ اكتر دور هقول لك البيوت اسرار. كنت بحبه. وانا كمان كنت بحبه. فاكره انا وانتي كان اول مره اشوفك في البيوت اسرار انا وانتي مع بعض. طب احكي لهم على المشهد اللي بتاع العياط. بتاع العياط نصر. لا انت احكيه يا شيماء. لا والله انت احكيه يلا. ما انت لازم تتكلمي. انا اقعد انا الحلقه كلها انا اللي اتكلم. انا الناس زهقانين مني وهم عايزين يسمعوك انتي. انت احكي له. احنا كنا بنعمل مشهد عياط. كان جوزها مات وانا ده كان يعني بحبه في المسلسل ومات. فكنا قاعدين على الكنبه وكنا عايزين وجابوا لنا بقى الاكل. اه المفروض ان انا جوزي مات ميت. وهي كانت خاطفه مني جوزي بس احنا بقينا اصحاب لان الراجل كده كده اللي كان مفرقنا مات. فالمفروض ان انا في مشهد لسه جايين من دفن جوزي وانا منهاره ومغمى عليا. تمام؟ فراح ايه اللي حصل بقى؟ فاحنا بنعيط فالمفروض ان في حماتي اللي هي مامه الولد ده فده لما لقيتني خلاص بيغمى عليا فقالت يا حبيبتي دي لازم ناكلها هروح اجيب لها شويه شوربه واجي. فوانا بعيط في المشهد مع هنا وبنعيط بقى بجد وانا نادرا ما بعمل ادوار جد فالعياط بيبقى صعب فما صدقت انه جه. ففجاه ببص لقيت حماتي. طبعا دي كانت غلطه من الاكسسوار بتاع فريق المصاص. احنا هيودونا في داهيه. اه والله وزمان ما يزعلوا مننا. اه طبعا. بس لقيناهم فجاه داخلين بصينيه عارفين فطار العروسين اللي هو بقى ايه لانشون مرصوص بقى وفرخه محمره واكل وبتاع. فانا ضربت بعيني يعني ايه واحده ان يبقى لسه جوزها متوفي وهيجيبوا لها الاكل ده كله. هو المشكله مش في كده. المشكله لما شيماء حطت ايديها على دماغها كده وانا عارفه ان هي بتضحك. حطيت انا قعدت ما كانتش بتعيط فحطيت ايدي على وشي وعملت ان انا بعيط بس بضحك فعمال وبضحك. والمفروض انا ما احطش ايدي على وشي المفروض انا اعيط. فانا هي المفروض تسيبني بقى خلاص عشان المشهد يعدي المخرج ما يزعقلناش. فدي بقى تشيل ايدي من على وشي خلاص يا حبيبتي ما تعيطيش وانا ايوه يا شباب كنت لازم تعيط يا شباب. ما تجيب واحد يعيط. ما انا ما كنتش بعيط انا كنت بضحك. ايوه ما انت سيبيني اضحك بقى وانا لو انا ما شلتش ايدك لازم تعيطي. طب يا انا قولي لنا ليه رفضتي السنه دي مسلسل احمد مكي؟ ما عرفناش نتفق في الانتاج بس مش فلوس. لان يعني كانوا عايزيني لا كانوا عايزيني سنتين فما عرفتش ان سنتين ما اعملش اي حاجه ثانيه. كلمينا شويه عن التاتو. ماشي ماله بقى ده ايه بيقول ايه؟ ده انا عملته في كرواتيا. تخيلي بقى وانا كنت في الدور. تخيلي اه كنت مش عارف عملته اصل بحب مكتوب في ايه بقى؟ في كود بحبها قوي اسمها يعني الجاي احلى ده بس زياد تو كوم فعملتها بس عملتها بالفرنش. لا عملتها بالفرنش. ده فرنش ايه؟ لو ميير ايت افينيغ. لو ايه؟ لو ميير ايت افينيغ الجاي احلى. اصل انا بحب الكود دي اكتر حاجه بحبها يعني دي اه دي اكتر يعني ده بس زياد تو كوم حتى اللي كاتباه عندي على كل حاجه على كل حاجه. طيب وبما ان اللي جاي احلى فان شاء الله بقيه الحلقه هتبقى احلى واحلى مع هنا الزاهد. هنطلع فاصل ونرجع لكم استنونا.
ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه معانا الجميله هنا الزاهد. قولي لي يا هنوشه، قولي لي اسمك الحقيقي ايه؟ هنا. ايه الصفه اللي بتضايقك في نفسك؟ اقول يعني لو تقدري تشيليها وتغيريها من طبعك هتعملي كده؟ الانانيه. الانانيه؟ بجد؟ بس انا مش انانيه قوي. بس ساعات بحس يعني هم بيقولوا لي. مين اللي بيقولوا؟ يعني اختي فرح نور كده يعني. لا وساعات ماما بتقول لي بس، وساعات واحده صاحبتي بتقول لي كده بس. لا هو بفضل اقوله كل شويه خلاص. لا في حد قال لي قبل كده؟ مفيش حد تاني؟ لا هو ماما بيقولوا لي. طيب ماشي خلاص. يعني والله مش انانيه وحشه يعني، بس هو اصل الواحد برضو ساعات مش انانيه اللي هو اللي هو مش انانيه مفرطه يعني. لا اللي هو الحاجات العاديه يعني. الحاجات العاديه يعني مثلا لو في اكل انت يعني مثلا كله لو حاجه مثلا ماما جابتها مثلا يعني فانت عايزه تاخديها، او حاجه مثلا لبس عجباني وبتاع فرح تقول انا عايزه، اقول لها لا خد يعني حاجات انانيه عاديه يعني. ليه مثلا بتتصوري زي ما بتعملي فيا تبقى انا طالعه في الصوره نصي وهي المهم انت بس طالعه في الصوره مش مهم اللي جنبك؟ بعمل كده على طول. عادي. او لو حد مثلا معاكي طالع في الصوره وحش لا عادي عينه مغمضه بحطها. هو طبعا تسألهوش. لو عجباني هحطها خلاص. شو هتقولي لي؟ فاكره يا شيماء؟ فاكره يا حبيبتي. طب قولي لنا ايه اكتر صفه بتضايقك في الراجل؟ الكذاب. يعني لو راجل كذاب ما تقدريش ترتبطي بيه؟ اه مهما جه اعتذر وقال وكده. لا هيبقى كده اصلا. لو هو كذاب هيبقى هيعمل حاجات كتير قوي وحشه. هيبقى كذاب وهيبقى يعني هيعمل كل حاجه وهيبقى خاين وهيبقى كل حاجه. طب قولي لنا ايه اكتر عيب في الشهره؟ ان انا بكون عايزه اكون على طبيعتي على طول يعني، مثلا وانا قاعده في مكان وكده، بس ساعات يعني انا بنسى والله يعني. مثلا حد مثلا يروح عامل لي كده انا بنسى، فبقول له ببص كده ورا انا، فبقول لي انا ما بحب يعني، انا مش بحب اكيد يعني. الحمد لله يا رب على الحاجات دي. صح. بس لا بحس انه يعني ساعات بنسى ان انا مثلا حد معروفه وكده والناس عارفيني، بس بكون عايزه ابقى طبيعيه اكتر من كده بكتير. طب في مره مثلا يعني انا كنت نازله متضايقه وحد مثلا قعد يتصور معاكي فكنت متضايقه؟ كتير. طب في مره حد عكسك وانت افتكرتيه هو بعكسك عشان انت فنانه، بس هو بعكسك انت عشان انت بنت عاديه يعني، هو طلبت معايا عكسك عشان انت مزه؟ على فكره وعملتي ايه؟ لا بس يعني بيفضلوا بيعاكس، بعد كده انا يعني بضطر اضحك له اللي هو كده اللي هو ميرسي شكرا، فهو قال اكتشفت ان هو اصلا مش عارفني يعني هو بيعكسك لبابا. طب قلنا يعني انت اتخنتي قبل كده؟ وعملتي ايه؟ عملت ايه؟ ما انت عارفه عملت ايه؟ سبته. طب وهو لما رجع لك تاني بعد ما ساب اللي خانك عشانها عملتي ايه؟ رجع لي تاني؟ لا اكيد لا. اصل هقول لك على حاجه يعني، انا اكيد زي اي بنت يعني اكيد مثلا ممكن اعجب بحد بتاع كده. هو الولد ده يعني مش كويس يعني. فانت اتبسطتي ان هو بعد؟ عشان هو كدبه وخاين. طب قولي لنا ايه احلى هديه جات لك في حياتك قبل كده في عيد ميلاد من اعياد ميلادك اللي فاتت؟ جات لك ايه؟ لا حاجات كتير. قولي لنا ايه هي؟ اقول يعني مثلا حاجه بسطتني كان اسمي كبير كده وبفلاورز بيضه كده وكبيره يعني اطول مني. الله. حاطاها لحد دلوقتي في الجنينه عندنا يعني، ما بشيلهاش. وايه تاني؟ حتى لو هي الورد مات. وايه تاني؟ اصل حاجات اتعملت مش حاجه هديه. ايوه ايه هم؟ اتعملت. ماشي. اقول اللي اتعمل؟ ايوه. ده حاجه عاديه؟ ايوه. هو انت هتقولي جابوا لك مخدرات ولا ايه؟ في عيد ميلادك؟ يعني إيه؟ مثلا يعني اكتر حاجه عجبتني رحت السينما يعني في عيد ميلادي. وايه تاني؟ اكيد ما رحتش السينما كده يعني. ما انا عايزه اقول امال ايه. انا قلت يعني ايه تذكرتين سينما ب 50 جنيه ايه الحدث؟ لا يعني كانت السينما متاجره لي. الله. وبعدين اتبسطت جدا. دخلتي فيلم ايه؟ دخلت ما كانش فيلم يعني، كان اتحط لي فيلم فيلم بحبه. الله. ده نوت بوك. فيلم ايه بقى اللي انت بتحبيه؟ ده نوت بوك. ذا نوت بوك. وبعدين؟ بس وبعدين انت ساعتها بقى كانت الهديه دي من مين؟ لا خلاص يعني. ليه؟ لما خلاص ما لا جمهورك لازم يعرف كل حاجه. قوي؟ لا مش قوي. حد يعني حد قريب مين؟ لقلبي. حد قريب لقلبي وخلاص. طيب مبروك.